خرجوا من بيوتهم خايفين من الحرب لا يموتوا. بعد ما هدأ الدنيا قرروا يرجعوا بيوتهم. يوصلوا لك والأقفال تغيره والدنيا تغيره وبيوتهم مع ناس جدد. ما يرجع إلا يستأجر وبيته ملك. شايك بالناس اللي استولوا على بيوت النازحين؟ والله الاستيلاء على بيوت النازحين هذه جريمة، هذه لا يمكن يقبلها أي إنسان، لأن هذه بيوت معناته الأملاك لناس يعني. هذه فوضى عارمة. تصرف غلط، طالما في رقابة ولا في من يمسكهم، كل واحد يلعب في هواه، يعني سهل لهم أنهم يسطوا على أي بيت. اللي يستولي على بيوت الناس يطلع إنسان سافل لا لأبو مبدأ ولا كلام ولا عنده شيء من الشرف. هذا يعتبر أخذ مال الغير في البلطقة والنهب الغير مشروع. هذا يعتبر كأنه زيهم زي الإرهابيين. لا، هذه قمة النذالة وقمة الدناءة إنه إنسان يأخذ مال غير ماله أو يسكن في سكن غير سكنه. أنا ما الذي أقول لك بالذي استولوا ابني مالك؟ الناس أخذوا البيوت وأخذوا العمائر، أموال الناس أو بيوت الناس أو شيء، وإحنا بالوضع هذا أسلوب غير تمام واستغلال. تعرفي ناس حصل لهم نفس هذا الموقف؟ أيوة، بالشماسي في ناس أقرباء أنا كذا جاءوا دخلوا واحتلوا البيت وسرقوا حتى فيش الكهرباء سرقوها. مناطق إيش عملوا؟ إيش كان ردة فعلهم لما سيب بيته ورجع قد في بحاد غيره؟ أكيد إنه يجي إنسان ينبهر ينقهر لما يجي بيته شق عمره بالأخير يجي إنسان ساكن به. هل خرجوا منه ولا لا؟ بعضهم يخرجون يدفع لهم مال، يدفع رشوة، حتى يدفع رشوة لناس خرجوهم. بعضهم ما يقدرش يخرجهم لأنه بعضهم يكون نفسه مسلح، إنسان عنده مرافق إنه يجلس داخل البيت، كيف يجي يخرجه هذا المواطن؟ يعني أجاب التفاهم والتراضي وخرج بطيبة كان بيها ماشي بها، اتخذ أجراءات أخرى يعني ما بسيبش حقي قدام عيني ينهب وأنا أتفرج، يعني هذه ما أدش من الرجولة. كيف تصرفوا لما جاءوا في ناس غيرهم بالبيت؟ يعني ما باللب وصلت أو ناس يعني معروفين بعين الخير دخلوا بالموضوع، يعني يقولوا حسبي الله ونعم الوكيل. ايش يعملوا يعني لما تجي تشوف بيتك قدم مخرب وناس جالسين فيه باب الغصب، ايش عتفعلي؟ يعني ما قدروش يخرجوا، يكونوا من المسلحين. رسالتك للجهات المعنيه بهذا الموضوع؟ رسالتي للجهه المعنيه يعني يشوفوا للبلاد، يشوفوا للحال كيف الدنيا، يشوفوا يعني يتفاهموا مع الناس بالمليح ويشوفوا سكن لذوك اللي هن اجوا لبيوت الناس وخرجوا النهون يردوا الناس لبيوتهم. يعني منهم الجهات المعنيه المحافظه الآن قاعدة يحيش يسمعوني يبصروني إن أنا ذا نتكلم. هم دائما يجلسون يشوفوا التلفزيون كم ما مش عارفين. والله أنا معارفين بكل واحدة، والله قسما بالله أنا معارفين وعارفين بالبيوت وعارفين بالقاتل وعارفين بكل حاجة. رسالتك للجهات المعنية أن تضبط. أرجو معناته من الجهات المعنية أن تتنبه للأشياء هذه وأن توقف وقفة جادة، لانه الترك يعني حقوق الناس هذه معناته لا يمكن ما حد يقبلها اي انسان كان. احنا نزحنا من الحرب هاربين خايفين على انفسنا، رجعنا والناس داخل الشقه ما رضوش يخرجوا. بيتنا يا ناس، بيتنا بنينا طوبه وضحين احنا مستاجرين، ما لا خرجوا، ما لا لو سمحتم، ما لا لو سمحتم، ما لا من هنا ما لا من هنا، ما بوش منوش ينصف لي كقولوا لي منوش ينصف لي، بس انا اشتري رجع بيتنا حقي حقي يا ناس حقي، لما اروح استاجر وانا معي. رند الحمادي، اخبازه اليوم تعال.